مؤتمر نقابة المعلمين الأحرار، والشكر الجزيل لكم على المشاركة، ونخص بالشكر إعلاميي قناة أورين. بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية انعقد المؤتمر الأول لنقابة المعلمين الأحرار في محافظة درعا، بهدف تنظيم العمل النقابي للمعلمين المفصولين في المحافظة ضمن نقابة عامة تشمل جميع المعلمين المفصولين في المحافظات السورية. إنها نقابة المعلمين الأحرار رسمية التي لا سواها. الهدف من هذا الاجتماع هو تشكيل نقابة المعلمين بدرعة للمحافظة على التعليم والاستمرار به ضمن الظروف القتل والتدمير، وهذه النقابة هي فرع تتبع لنقابة عامة سيتم تشكيلها لاحقا، وقد تم تشكيل عدة فروع في الداخل السوري، وكما تم تشكيل فرع بالأردن وفرع في لبنان، والآن سيتم تشكيل فرع تركيا. تجاوز عدد المعلمين المفصولين في درعا وحدها 1000 معلم، بالإضافة إلى مئات المدرسين ممن قطع النظام رواتبهم رغم وجودهم على رأس عملهم. يسعى المؤتمر لجمع هؤلاء ضمن بنية تنظيمية تحفظ حقوقهم وتضمن استمرارية العمل التربوي. كل معلم في هذا الوطن السوري وقف ضد هذا الظلم الجارف والسيء الفظيع من الجرائم التي ارتكبها النظام، لابد أن يتعرض لهذا الحيف من الفصل من مؤسسات الدولة. وقدركم على البذل والعطاء. استمرت أعمال المؤتمر لساعتين، تناوب الحضور خلالهما على إلقاء الكلمات التي شددت على أهمية تفعيل المؤسسات التربوية واستثمار كل الطاقات البشرية والكفاءات العلمية بما يخدم الثورة والوطن. ثم قام المؤتمرون بانتخاب نقيب للمعلمين الأحرار في محافظة درعا وأعضاء لمكاتب النقابة. نايب أشوار، بإذن الله خطة عملي خلال المرحلة القادمة هي لم جمع شمل المعلمين الثوريين الأحرار في محافظة درعا والنهوض بالعملية التعليمية في المحافظة والمطالبة بحقوق المعلمين المهدورة خلال السنوات الماضية من عمر الثورة. واليوم نشكل نقابة المعلمين الأحرار، وبعد أيام إن شاء الله هناك نقابات ونقابات. يذكر أن العمل المدني قد شهد تطورا ملحوظا في محافظة درعا في الآونة الأخيرة، حيث برزت عدة هيئات ومؤسسات مدنية لإدارة المناطق المحررة، كان آخرها نقابة المعلمين الأحرار فرع درعا. المؤتمر الأول لنقابة المعلمين الأحرار فرع درعا خطوة متقدمة باتجاه تطوير العمل التربوي ولبنة إضافية في بناء العمل النقابي في مناطق درعا المحررة. بشر أحمد، أورينت نيوز، درعا.